وفي ختام النشرة تصحبنا هند الشرفي في زيارة إلى مشتلة للورود بجوريا بولاية تيبازا، حيث الجمال الساحر والروائح الزكية المنبعثة منها. ليس شرطا أن يكون المشروع فيه شيء يؤكل، ولكن هناك مشاريع تعتمد على المنظر الجمالي أساسا. ففي هذه الأيكة الجميلة التي استغلها عمي معمر في زراعة الورد، أين يمضي جل وقته؟ هو في العقد السابع من عمره، أبى إلا أن ينجز مشروع مشتلة ورد بمدخل مدينة جورايا بزراعة الكثير من أنواع الزهور والنباتات والعناية بها طيلة أوقاته، مشكلا بذلك فضاء يبعث على الراحة النفسية بعد أن ورث هذه الهواية من والدته. إما كانت درها كاع النهار كاع النهار، تبات وليت كيما شو أنا كيما هي، وكنت عاود تنوض تشوف هكذا تقول سي بافري. بديت نخدم ديبو، نخدم ولا ماتير بريمير كاع من القراية، نجيب الماتيريو ماشي ونهرس. خطرات يجيوني ناس هكذا نوسي دي زيشونج باسكو انا ما نبيعش، ماهيش بيبينير، انا البليزير تاعي هذا هو النوار وكاع. وللنباتات فوائد ومنافع تستعمل غالبا في الطب البديل. كاين الاعشاب اللي تيزان يعطولنا انت الوجعه ولا انت الاسهال، كاين انت الحمى، كاين انت السمونيه. عمي معمر أعطى صورة نموذجية للمحافظة على البيئة، كيف لا وهو الصديق الوفي للطبيعة.